اسمع لقلك، انت حطيت المصاري بالبنك؟ امي مع مين عم تحكي؟ طلب مني اعطي هذا لحضرتك. جبت لي خاتم ورح تعتذر؟ مو انا اللي جايب لكي، انا متوتر ومعصب لدرجه اني شوه لك يا له القليل الادب. اعطيهم المصاري وما بدي اشوف هدول الاثنين جايين على بيتي مره ثانيه، عم تفهمي؟ ليلى خانو اهلين وسهلين. الحب لا يفهم الكلام، يوميا طيله شهر رمضان المبارك على الجديد